السلام عليكم، أنا ندى من الكويت. كان عندي مشكلة في زيادة الوزن، أتواصلت مع مستشفى إيكول بالصدفة عن طريق الفيسبوك وتواصلت معاهم. كان في سرعة في الرد عن طريق الإيميل، بعدين الواتساب. شرحوا لي عن العملية وتكلفة العملية والخطوات المتبعة في حال أني قررت أني أنا أعمل العملية معاهم، واللي هي كانت حجز التذاكر مع العملية، القيام بالمستشفى تقريباً 4 أيام 5 أيام حسب الحالة، بالإضافة إلى بعض الأشياء التجميلية مثل بوتوكس، إقامة يوم في الفندق. وسويت العملية، كان الاستقبال جداً حلو من بدايتها في المطار. طبعاً طرشوا لي سيارة خاصة من المستشفى. عقبها وصلت المستشفى، كان الستاف ناطرني في انتظاري. طبعاً الإجراءات الورقية سويناها بسرعة. ثاني يوم الصبح فوراً كانت عمليتي مع الدكتور إزغور، وكان صراحة جداً دكتور راقي وعطاني التفاصيل بالضبط قبل العملية. وسويت العملية يمكن ما أخذت معي ساعة إلا ربع. طلعت بعد العملية، أنا اليوم الثالث من العملية طبعاً. أول يوم هو شيء طبيعي بعد البنج، يعني كان شوي في تعب. ثاني يوم أنا كنت عم أمشي، واليوم الثالث، وبكرة رايحة أكمل سياحتي في إزمير وكوشاداسي. وصراحة بشكرهم على اهتمامهم.